أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم خير وبركة ما شاء الله من بساتين أهل البصرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. مثل ما تشاهدون أعزائي، هذا البرحي ما شاء الله. إخوان الأعزاء، دائما أشجعكم على زراعة النخيل البرحي، بالخصوص يعني اللي يريد يزرع بالحديقة مالت البيت، من الأفضل أنه يزرع النخلة البرحية. ما شاء الله، لأن البرحي ينوكل على 3 مراحل: مرحلة الخلال والرطب والتمر درجة أولى. ما شاء الله، إخوان الأعزاء مثل ما تشاهدون، هذا هو النخيل البرحي. ما شاء الله. طبعا واللي عنده بستان أرض فارغة ويريد يزرعها، فالبرحي مجدي اقتصاديا. ما شاء الله، ماكو أجمل من النخلة البرحية، يعني جمال البرحية خيالي. ما شاء الله، إخوان الأعزاء، طبعا انا دائما اوثق لكم النخيل البرحي اللي هو اكثر جدوى اقتصادية. هذا صنف البريم، هذا البريم، هذا بعد ما بادي الرطب، يعني لحد الآن مرحلة الخلال هو البرايم. ما شاء الله،